بالنسبه ليا جو بونس بحال بحال، حيت ما كيبانش لي بلي غادي يكون شي تغيير نيت، يعني اللي جا راه غادي يدير نفس داك ديال داكشي اللي فاتو. الحكومه ديال العثماني ولا غير العثماني بالنسبه ليا حكومه الواجهه هذيك، كاينه حكومه ديال الظل هي اللي متحكمه في هادشي، لحقاش ما كاينش شي شونجمون، وبالرغم من تولي الحكومات ما كاينش حتى شي شونجمون كيحس به الشعب. دونك كاينه حكومه واحده اخرى هي اللي فعليه وخدامه في الخفاء، ما عندها حتى علاقه بالانتخابات. ما كانوش في انتظارات وفي الوعود اللي كانوا كيعطيو للمواطنين في اثناء الحملات الانتخابيه ديالهم، ملي دخلوا الحكومه ما طبقوش ديك الوعود. بالنسبه للحكومه اللي كانت عندها ايجابيات وعندها سلبيات، ما يمكنش نجيو نديروا حكم مطلق، فهمتي؟ ان كاين شي حوايج داروا وكاين شي حوايج اللي ما داروش، دونك ما نقدرش نجي نقول لك انا هكا، لانه باش نجي نقول لك انا واش الحكومه اللي باش نجي نقول لك زعما بانه تكون ما تكونش، ما نقدرش شوف الحكم ديالي ما يقدرش يكون حتى نشوف هذيك الحكومه اللي غتجي من بعد واش غدير شي حاجه احسن ولا لا، دونك ما يمكنليش نجي نقول لك هكا راك فهمتي راي زعما غير حيت راي، دونك خصنا نشوفوا النتيجه ديال الحكومه اللي غتجي من بعد واش غتكون احسن ولا ما احسنش. بالنسبه لهاد الوجوه هادي راه الفناها على هاد الوجوه ديما كنشوفوها ديما بحال بغينا نقولوا مجدره هاد الوجوه في الاحزاب ديما كتعاود نفسها، ما كاينش شونجمون ما يمكنش يكون شونجمون، حيت كاينه حكومه اخرى قلت لك فعليه هي اللي خدامه هي اللي كتحط هادو في الرؤوس ديال الواجهه باش كتخدم بهم، لحقاش ضامناهم هادوك مسوقرين عندها بالنسبه لهذيك هذوك يدين ولاها بالولاء، دونك ما كاينش شونجمون، دونك استفاده الناس اللي مستافدين من هاد الاحزاب الواجهه هما اللي كيبقاو يعاودوا نفس الوجوه. شي بالنسبه للاحزاب كاملين في المغرب، انا بالنسبه لي اي حزب بغى يتقدم لرئاسه الحكومه اول حاجه انا كمواطن انا بعد ما عمرني ما انتخبت ولا بغيت ننتخب شي نهار خصني الحزب اللي غنصوت عليه خصني نشوفه واحد عامين ثلاث سنين خدم البلاد ماشي غنجي وغنصوت عليه، خصني نشوف واحد ثلاث سنين وداك الساعه ثلاث سنين قبل ما يترشح للاسف يخدم البلاد بعدا نشوفه قدامي، دابا الثقه وعدم الثقه اللي كاينه الشباب هذا هو اللي كاين، لانه باش انت تنتخب شي واحد ما يمكنليش انا نجي ونحط الصوت ديالي على اي واحد ما كنعرفوش، اذا بالدليل ثلاث سنين اربع سنين يخدم البلاد قدامي قبل ما يكون في رئاسه الحكومه، لان الاحزاب عندهم العناصر ديالهم دونك يخدم البلاد يبين وداك الساعه مرحبا. ديك صندوق المقاصه لي ريفورم ديالو لي ريفورم دو ريتريت تا هما حقيقه جاتهم الظرفيه ديال العمل ديالهم الحكومي، جات واحد الظرفيه اللي كانوا فيها بلوزيو ريفورم، مي واخا هكا كان بالنسبه لي ما كانوش في المستوى المطلوب. هي بيان سور غنبغيو الاصلاحات ولكن ما كان زعما ما متفائلينش، هذا هو المشكل. بزاف ديال الاصلاحات خاصه بحال هاد كورونا مثلا، كورونا عرات على السياسيين وعرات على الواقع المغربي بان حتى حاجه ما بقات دا في هاد البلاد، خاص الخدمه بزين وخاص الكفاءات هما اللي يشدوا الشأن العام، ما بقاوش الدوله خدامه كتطلع غير على اساس الولاء الحزبي والمحسوبيه وكذا. وكاين بزاف د الحوايج اللي خصهم يدارو، فهمتي؟ يعني الا جيت تصلاح الاصلاحات راه اصلاحات شامله، دونك انا النقطه الراي ديالي هو انه الاصلاح خصو يكون قبل ما نطلع سميتو، فهمتي؟ باش ترجع الثقه في المواطن. حنا راه بعض المرات كاينين شي حوايج اللي هما راهم سامبل، حنا كيبقاو يبانوا لنا راه بكثر ما ناقصينا بزاف ديال الحوايج، كيبقاو يبانوا لنا بعاد. فهمتيني؟ يعني خاصنا بعدا نديروا دوك الاساسيات وديك الساعه يحن الله نشوفوا حاجه اخرى. حتى حزب ما كاينه فيه الثقه باش نقول لك بصراحه، انا ما يمكنليش نحط صوتي انا كمواطن ما عمرني غنحط صوتي لهذ الاحزاب وما عمرني ما انتخبت وما عمرني تصعب، الا جا شي حزب وحط ودوز واحد المده قبل ما يكون في رئاسه الحكومه قبل ما يطلع كاع الاحزاب ويخدم البلاد ذاك الساعه غادي يبين والناس كلهم غادي يكونوا واحد. داك الشيء بحال ولا كيتوارث والعقليه كتوارث، دونك ما كاينش شونجمون، خاص عقليه خاص تغيير جذري وهو كيبدا بالكفاءات، خاص الكفاءات هي اللي تشد المسؤوليه. طبعا بغينا وجوه جديده سورتو يكونوا شباب اللي كيمثلوا مواطنين الشباب نيت وداكشي. كمواطن مغربي اش غنقول لك، كوتي التعليم ركزوا على التعليم فريمون بزاف، حيت ملي كتجي كتشوف دي فوا ناس اللي انت كتوقع منهم خاص يكون عندهم ان سيغتان نيفو وكتلقاهم باللي بنادم باقي راسو كما كنقولوا حنايا خاوي، كتقول باللي خاص بنادم يفوكسي شويه على التعليم، هادشي بلا ما ندويو على الشيء الاخر الاساسيات الصح، اما كيبقى عندك الصحه والتعليم راه هما لي برانسيب، فهمتيني؟ ما التعليم زعما هادي معروفه، التعليم ماشي التعليم زعما كمؤسسات كمنظمه اصلاحيه،
يحاولوا يلعبوا على منهج الدراسي ديال التلاميذ باش يطلعوا اجيال اللي زعما عندهم مونتاليتي مزيانه، زعما يخدموا سورتو على لو فولي ديال التعليم والصحه.